السلام عليكم اخوات ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ساهي فلوغ. نتمنى تكونوا بخير ولا خير والطيور يديكم سواء بخير ولا خير. قبل ما تبداو الفيديو الخوت ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا زر لايك والجرس كي يصل لكم جديد. اليوم ان شاء الله جاني بزاف ديال الاسئلة فوقاش نوضعوا نشارة الخشب وشحال نوضعوا ديال نشارة الخشب. وصلنا لواحد السؤال علاش انت كتخرج نشارات الخشب علاش. المهم في الفيديو هذا نتعرفوا على جميع هذا الشيء اللي قلت لكم. يلا خليكم معنا بيس. وانتم الخوت هذه نشارات الخشب ديالنا. انتم كيفاش كتكون؟ فراك كتكون خفيفه هانتوما خفيفة وما كتجرحش. ماشي المهم تمشي عند النجار هتقول له اعطيني نجارة ديال الطيور وغيعطيك هاد النجارة هاد. اش لا لما قلتلوش ديال الطيور يقدر يعطيك شي نجارة قاصحة اللي تقدر تجرح الانثى. بالنسبة للكمية ديال بالنسبة لي راه كيعطيها لكم بالمجان تقول لك جمع اللي بغيتي. دابا انا نجيب واحد البراكة عندي تما ونوريكم الكمية شحال نوضع. خليكم معايا انا جبت اخوت واحد العشب ماشي شي نشارة الخشب كيفما كتشوفوها هو. بالنسبة لهاد العش هذا فاش كان من نتوى نشارة الخشب راه كتخرج راه ماشي يعني اي انثى اتمنى نشارة الخشب راه تقبلها. راه كاين بعض الاناث فاش كتنزل نشارة الخشب هنايا راه كيهزو الفم كتجبرها في الارضية ديال الأرضية ديال القفص. دابا بالنسبة للكمية إلي كانو عند الفراخ فننصحك تشبر هادي نشارة الخشب تشبر نشارة الخشب هذا وغتحكوه يعني. أما إذا كيكون كبير يعني المهم الأحسن تشتوه. رجعوها بحال هكا. دابا هادي ما عندها فراخ لا بيض نعدل نشارة الخشب عادي ولا بغيتو نتاعو من الأحسن تفرتشتوها عادي لي بغيتو. هي شنو الخشخش كنوضعو نشارة الخشب كنخليو الجهه اللي فيها البيض الا كانت مبيضه مفرخه ديك الدوار اللي كتكون في العش نخليوها لا خاويه. هانتوما الدوار اللي كتكون هنايا راه كنخليوها خاويه بطبيعه. دابا هادي نعملو نشارة الخشب وتخرجها عاوتاني. دابا جبرتني نزول للوكالات اصدقائي باش نقدم لهم دابا اليوم البيض مع الجزر ان شاء الله. فهاد الخلطه راه كتحفز مزيان التزاوج شوفوا.
ورا النجارة راه كتشوف البراز ديال الطائر الصغير باش ما التفادي باش ما يبقاش يلصقلو في رجلو باش ما يبقاش يلصقلو في رجلو و يعني كتشوف داك الرطوبة. اوكي يمكن تعدل حتى الرمل ديال القطط لكن بالنسبة للرمل ديال القطط راه على ما اظن ما كيسخنش يعني كيدير رائحة مزيانة كتشوف ديك الرطوبة تاعو. بالنسبة للنجارة راه كتسخن و المهم راه مزيانة الفريخات على حسب الذوق ديالكم نتوما شنو كتستعملو. المهم انا نشارك معكم واحد الوصفة لتحفيز الطيور على التزاوج. بيس ليكم، خليكم هنا. وانا نتوما الخوت عندي هنايا واحد البيضة و والجزر صافي. دابا نجيب الحكاكة باش نحكو البيضة ونحكو الجزر. دابا الخوت غادي نبدا نقشرو اول حاجة نقشرو البيضة. فار القشور راه كنحافظ عليهم انا حيت القشور احسن حاجة اللي كيزود انثى بالكالسيوم. فالطريقة فاش كتزولوا هاد القشور ديال البيض كتخبعهم يعني في شي زلافة ولا شي طبسيل، من بعد كتحطهم كتخليهم في الطاقة في الشمس لمدة يومين. تما الخوت وعفرات البيضة هذه راه عملنا نص ديال الصفار غنزولها النص. فرا الخوت كل واحد راه كيعمل على قد الثور اللي عنده. فهنا عندي أربعة ديال الكوبلات كنعطيهم يعني بيضة وحدة و جزارة وحدة يعني يلاه باش كيقدوهم باش ميبقاوش يضيعو الماكلة. دابا ان شاء الله الخوت نحكو الجزار. انا راه كنحك الجزر في الغلاف. تسمح حكوا في ما بغيتو راه عندكم اختيار. وانا نحك الجزر الفوس ونرجع لكم ان شاء الله. لازم نخوت دابا نحرك الخيط هذا ثم الخوت. انتم الله يبارك هذه الخوت راه فيها يعني بزاف ديال الفوائد والتحفيز وكل شيء مجموع فيها كل شيء. هاد الخلطة هاد ودابا انا نزيد لهم شويش ديال نحك لهم شويش ديال السي بي على هاد الجزر والبيض وصافي يعني باش ياكلوا هادشي هذا انتظر وفي نفس الوقت يتزودوا بالكالسيوم. حيت دابا راني عندي تما واحد نتورا يعني حضانه يعني ثلاث وضع البيض وحده يلا كتعاود العش الثاني وحده يلا تحط البيض يعني يلا كشا معمر
دابا ان شاء الله نجيب السيبيا ونحك هنايا. خليكم معايا، فراني دابا الطور كامل كيغوت على الماكله. المهم هاد الثومه، هادي السيبيا، ثم فرا هذه الخطرة بنادم وياكله، لكن بلا يعني بلا سيبيا بنادم وياكله. المهم هانتوما دابا نمشيو نقدمو الفريخات بالصحة والراحة. دابا الخوت غادي نعمر الاكل دغيا دغيا، خليكم معايا. ورا انتما الخوت انا راه القياس ديال الطيور ديالي راه عارفو، يعني دابا ارى ان مزول لهم الوكالات ديال الزوان اللي فيهم الزوان، باش فاش نعطيهم هادشي هذا ياكلو، يعني باش ما يكونوش شابعين. دابا انا على الصباح زولت لهم الوكالات، اولا كتزولوا لهم الوكالات بالليل وفاش كي باش هما فاش كينوضوا الصباح كيمشيو ياكلو، ما كيجبروش الماكله كيكون فيهم الجا. وما تسنى كتكون موجد لهم هاد الخلطه، يعني فاش كتفتح لهم الضوء فاش كطيهم هادشي هذا راه نيشان غياكلوه، نيشان غادي ياكلوه يعني. ويعني حتى اللي باغي يعلم الطيور ياكل هادشي هذا، فراه يعني لما تعلمش في الصغر راه صعوبة باش ياكلو هادشي هذا. ولكن كتعاد نفس الطريقة اللي قلت لكم، كتعاد كتزوي الوكالات بالليل ثم كتفتح عليهم في الصباح. المهم الخوت انا نعطيهم دابا هادشي هذا بالصحة والراحة. والخوت ما تنساوش تعادلو ابونا راه ما تندموشي، انت راه باقي بزاف ديال الفيديوهات مجي ان شاء الله ديال الدريساج وديال يعني المحفزات الطبيعيه، محفزات ديال الدوايات. المهم تعجيل الفراخ، المهم ما تستعجلوش اخوت، المهم ديك ابوني ما تندموش عليه. المهم دابا نقدم هادشي هاد الطيور، ها كيفاش جا، قدموا هادشي هاد الطيور بيس ليكم.